مرحبا وتحياتي للجميع. يعتبر محمد عابد الجابري من أبرز الفلاسفة العرب أقله في العصر الحديث، كما يعتبر من ألمع نجوم الفكر العربي يعني في تاريخه بصفة عامة. والجابري وكنبذة سريعة جدا، طبعا هو من المغرب ومولود في سنة 1935 وتوفي في سنة 2010، يعني عن عمر ناهز حوالي 74 عاما. تحصل الجابري على شهادة دكتوراه الدولة في الفلسفة من جامعة الرباط، أو من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وذلك في سنة 1970. كما تحصل على عديد الجوائز التكريمية الأخرى والكثيرة أثناء حياته العملية والفكرية، هذه الحياة الفكرية التي كرس لنقل يعني جزء كبير منها في محاولة لتجديد وتحديث العقل العربي والتراث الإسلامي، وذلك طبعا باستخدام مناهج علمية معاصرة. وجابري كان يرى أنه لا يمكن استعارة يعني أي منظومة فكرية أو أطروحة فكرية كالموجودة في الغرب مثلا، ومن ثم يعني محاولة إسقاطها على الواقع العربي، لأن لهذا الواقع العربي خصوصية ذاتية. ولذلك دعا إلى بناء أطروحات فكرية يعني تنبع من الداخل، من داخل التاريخ الإسلامي و من داخل الواقع الثقافي العربي. طبعا للجابري أعمال كثيرة جدا، أبرزها أكيد رباعيته الشهيرة والتي تضمنت ذلك المشروع الضخم في نقد العقل العربي. هذه الرباعية المؤلفة من أولا تكوين العقل العربي، ومن ثم بنية العقل العربي، وثالثا العقل السياسي العربي، ورابعا العقل الأخلاقي العربي، طبعا إضافة إلى عديد المؤلفات المهمة الأخرى. طبعا تكوين العقل العربي كما رأينا يمثل الجزء الأول من سلسلة مؤلفة من أربع كتب تشكل بمجموعها مشروع محمد عابد الجابري في نقد العقل العربي. هذا النقد الذي سيقوم به الجابري من خلال دراسة هذا العقل، يعني بدءا من تكوينه مرورا ببنيته وانتهاءا بتحليله من الناحيتين الأخلاقية والسياسية. طبعا لا يخفي الجابري أن الهدف من وراء هذا المشروع هو محاولة تأسيس عصر تدوين جديد يأمل أن يشكل من مثل يعني رافعة للمشروع النهضوي الفكري العربي. مشروع الجابري لنقل يندرج طبعا في سياق الاجتهادات التي حاولت أن تجيب على سؤال قديم جديد، وهو سؤال النهضة، وهو أنه لماذا تأخرنا وتقدم الآخرون؟ لماذا تأخرنا وتقدم؟ وبرأي محمد عابد الجابري أن سبب فشل يعني كل المحاولات الإصلاحية السابقة يكمن في أنها تناولت التراث والفكر العربي فقط، يعني اهتمت بدراسة التراث ودراسة التاريخ والفكر العربي والإسلامي فقط، وأهملت الأداة المنتجة للفكر وهي العقل، وكيف تكون هذا العقل مثلا ومما يتكون، وما هي المعطيات التي تحدد مثلا سلوك وطريقة تفكير هذا العقل. لأننا بحسب الجابري إذا أردنا أن نجيب على سؤال النهضة وعن أسباب جمود و تقهقر العقل العربي بإجابة يعني واضحة علمية، علينا أن نعود إلى دراسة تكوين العقل العربي، والذي هو الأداة التي قد تصنع التقدم كما قد تفضي إلى التأخر. طيب، انطلاقا من هنا يبدأ الجابري بتتبع مسار تشكل العقل العربي وتتبع مصادره المعرفية التاريخية التي أسست له، ولأن كل عقل يعني في نهاية الأمر محكوم بفضائه الثقافي، طبعا بوصفه الإطار المرجعي لهذا العقل. هذا العقل عندما يريد مثلا أن يفكر سيفكر استنادا إلى هذا الإطار المرجعي الثقافي، سيفكر استنادا إلى ما بداخله مثلا من مفاهيم وتصورات ورؤى وأفكار مسبقة تكون بها في الماضي. بناء عليه هذا يدفعنا كما يقول الجابري لإعادة طرح سؤال النهضة مجددا، لكن بطريقة مختلفة.
ليصبح السؤال على الشكل التالي: طالما أن كل عقل يعني هو بطبيعة الحال نتيجة لتكوينه الثقافي، طيب ما هي البنى الثقافية والفكرية والمعرفية التي أدت بالعقل العربي إلى التأخر وأدت مثلا بالعقل الآخر إلى التقدم؟ كلمة السر هنا بحسب الجابري هي أو تكمن في ماهية الثقافة المسيطرة ونوعية التراث المهيمن عليها. فمثلا العقل اليوناني الإغريقي، طيب هو عقل فضاؤه الثقافي فلسفي منطقي، والعقل الأوروبي أو الغربي هو عقل مرتبط بالعالم الطبيعي وبالمنطق العلمي. طيب ماذا عن العقل العربي؟ العقل العربي بحسب الجابري هو عقل وجداني عاطفي ينطلق من النظرة الدينية ومرتبط بسلطة النص الثابتة. فإذن العقل العربي ذو بنية جامدة ثابتة، طبعا كنتيجة لتكونه الثقافي في الماضي، وهذا بالتالي ما جعل هذا العقل يعيش دائما في الماضي ويفكر بطريقة ماضوية، يعني رغم تغير مثلا الأحوال والأزمان والأمكنة إلى آخره. أما ما الذي أدى لثبات هذه البنية العقلية العربية يعني على مر العصور ولغاية اليوم؟ لماذا ظلت هذه البنية العقلية العربية ثابتة رغم اختلاف العصور واختلاف المراحل ورغم كل التطور والتقدم الذي طرأ؟ ظل هذا العقل العربي ثابت ولغاية اليوم. ما الذي يقف وراء الأمر؟ ما هو السبب؟ فالسبب كما يرى الجابري يعود إلى عصر التدوين في القرن الثاني الهجري، أو أن الأمر بدأ مع عصر التدوين في القرن الثاني الهجري، هذا العصر الذي شكل المحطة التاريخية الأساسية لتكون البنية العقلية العربية وثباتها. ففي هذا العصر يعني كتب مثلا كل الموروث العربي سواء الإسلامي أو الجاهلي حتى. في هذا العصر جمعت اللغة العربية طبعا من الأعراب وتم تدوينها وتقعيدها. أيضا في هذا العصر وفي القرن الثاني ظهر النحويون ووضعوا علوم اللغة من نحو وصرف وغيرها، كما جمع الحديث وكتبت السيرة وبرز الفقهاء وعلماء الكلام، وبدأت فيه أيضا عملية الترجمة مترافقة مع بدء ظهور الفلاسفة العرب طبعا. وقدم كل هؤلاء إسهاماتهم وإنتاجاتهم ليشكل هذا الإنتاج المنوع البنية الثقافية العربية والمرجع الأساسي لهذا العقل العربي الذي بقي دائرا منذ ذلك الزمن ولغاية اليوم في فلك هذه الثقافة التي تكونت وتأسست في عصر التدوين. طيب هنا يطرح الجابري يعني وجهة نظر مهمة جدا، وهي أن العقل العربي في نهاية الأمر كما أي عقل آخر طيب محكوم بثقافته وتراثه، وهذا التراث متغلغل بشكل كبير بين ثنايا الوعي واللاوعي عند الإنسان العربي، لذلك هذا الإنسان العربي متعلق إلى هذه الدرجة بتراثه. وبالتالي كما يرى الجابري طيب لا يمكن الحديث هنا عن التخلي الكامل عن هذا التراث، أو عن رمي التراث كما ذهب البعض، أو حتى لا يمكن اللجوء إلى عملية إسقاط لهذا العقل العربي مثلا في سياق حضاري آخر، في سياق ثقافي يعني مختلف عنه بشكل كامل. ولذلك فالطريقة الأمثل كما يرى الجابري تكون بإقامة علاقة صحيحة ما بين العقل العربي وهذا التراث، وهذا الأمر يكون بإعادة قراءة هذا التراث من واقع سياقه الزمني والظرفي والمكاني
قراءة نقدية موضوعية، وستعمل هذه القراءة النقدية على تنقية هذا التراث من كل الشوائب والأساطير والمرويات وكل ما يوجد فيه من مسبقات ثابتة، كي نستطيع بعد ذلك أن نستخرج من هذا التراث يعني ما يصلح مثلا لزمن وعصر اليوم. طيب، انطلاقا من هنا يبدأ محمد عابد الجابري بتحليل الخارطة المعرفية التراثية المكونة لبنية العقل العربي. فبعد دراسة مكثفة لنقل، يتوصل الجابري إلى أن العقل العربي محكوم بثلاثة بنى وأنظمة معرفية، هي نظام البيان والذي يضم علوم اللغة والدين، ونظام العرفان والذي يضم يعني كل اللامعقول والتصوف مثلا والعرفان إلى آخره، وثالثا نظام البرهان والذي طبعا ينضوي تحته أو تنضوي تحته مثلا الفلسفة ومجمل يعني الفكر المنطقي والعقلاني. وهذه الأنظمة المعرفية الثلاثة برأي الجابري أسست لثلاث عقول عربية أو لثلاثة عقول عربية، هي العقل البياني والعقل العرفاني والعقل البرهاني. طبعا ليقوم الجابري بعد ذلك بتشريح ودراسة هذه العقول الثلاثة، طبعا بدراسة مسهبة متوقفا عند سياق تشكلها وعلاقتها فيما بينها، وأيضا مستوضحا مثلا أبعادها المعرفية وما هي الوظائف الإيديولوجية وحتى السياسية التي أدتها، وكانت هي أصلا يعني واحدة من أسباب وجودها في ظل الصراع التاريخي والمذهبي والسلطوي الذي كان قائما في ذلك العصر. وطبعا هذا برأي الجابري سيساعد على التعرف على مكامن الخلل والضعف وأماكن الجمود في داخل هذه البنية العقلية العربية. فأولا العقل البياني وإطاره المعرفي يتمثل في علوم اللغة يعني من نحو وصرف وبلاغة، وفي علوم الدين من فقه وحديث وكلام وتفسير إلى آخره. وهذه العلوم هي كما يرى الجابري نتاج عربي أصيل، وترتكز في جوهرها على ثقافة النص. طيب، المشكلة في علوم البيان بشقيها كما يرى الجابري يكمن في القيود الذاتية التي تمنعها من التطور. فمثلا اللغة العربية، طيب طبعا برأي الجابري، طيب تم جمع مكوناتها في عصر التدوين وحصرا من الأعراب يعني من البدو باعتبارهم هم من يملكون ناصية اللغة الصحيحة، ومن ثم وبعد أن جمعت هذه اللغة تم تقعيدها على يد الفراهيد وآخرين، بمعنى أنه وضع لها قواعد محددة يعمل بموجبها فقط. وبالتالي كما يرى الجابري هذا الأمر أدى إلى تحنط وتجمد اللغة العربية، وهذه واحدة من المشكلات الرئيسية لتأخر العقل العربي، لأن اللغة العربية عندما قعدت وجمدت يعني أصبحت محدودة ومحصورة بعالم أولئك الأعراب حصرا، طبعا مما سجن العقل العربي في نظام تفكير ينتمي إلى زمن ثقافي قديم جدا، لأن العقل في نهاية الأمر يعني كما نعلم طيب عاجز عن التفكير خارج حدود ونطاق اللغة، وهذه اللغة طيب أصبحت أسيرة قوالب جامدة نهائية، يعني أصبحت لغة محصورة الكلمات، لغة لا تتجدد لنقل بتجدد الأحوال ولا تتطور بتطور العصور،
وبقيت يعني بالتالي منذ زمن الفراهيدي زمن التدوين ولغاية اليوم يعني كما هي، لم تتغير لا في نحوها لا في صرفها ولا حتى في معاني يعني ألفاظها وكلماتها. وبالتالي أصبحت هذه اللغة كما يرى الجابري لا تستجيب لمتطلبات التطور، وهذا برأيه ما يفسر ظهور يعني لهجات عامية عربية كانت أقدر على مواكبة العصر وسبل التواصل اليومي. وهذا أيضا يفسر من ناحية أخرى كما يرى الجابري عجز أساليب تفكير العقل العربي عن استيعاب مثلا بعض الأمور العلمية أو التطور العلمي، فضلا عن قدرته على تقديم إجابات مثلا على أسئلة الواقع المتجدد على الدوام. فقصور اللغة بمعنى عدم تطورها لمواكبة المتغيرات والعصور والأحوال أدى أيضا في مكان ما إلى حصر وسجن هذا العقل العربي في داخل حدود هذه اللغة، وبالتالي هذا ما أدى يعني في مكان ما إلى تراجع العقل العربي وتأخر هذا العقل. أيضا إذا كنا تحدثنا هنا عن مشكلة وقيود علوم اللغة، فمن جانب آخر هناك داخل هذا العقل البياني مشكلة قيود العلوم الدينية. هذه العلوم النصية الثابتة التي كما نعلم تأخذ صفة اليقين والإطلاق، ويبرز في هذا المجال بحسب الجابري علم أصول الفقه، كما يشير الجابري إلى دور الإمام الشافعي في مسألة تغليب النقل على العقل، وذلك طبعا عندما حصر الأصول الفقهية في حدود أربعة، وبعد ذلك انتقلت هذه الحدود الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، طبعا القياس بمعنى قياس الغائب على الشاهد، ويعني رفض أي جديد لا يتصل بأصل قديم إلى آخره. فبالتالي انتقلت هذه الأصول الأربعة بعد ذلك إلى مجمل علوم اللغة والبلاغة وإلى يعني كل العلوم الدينية. وإذا ما أضفنا أيضا إلى كل هذا مسألة إغلاق باب الاجتهاد، ف يعني كل هذا مجتمعا أدى بحسب الجابري إلى بقاء العقل البياني في دائرة مقفلة ثابتة بما يمنع أي تطوير أو تجديد. فإذا وكخلاصة عن العقل البياني، فالعقل البياني كما رأينا هو عقل جامد غير قابل للتطور، لأنه يدور في دائرة مقفلة، دائرة تتكون من النصوص وقيود اللغة، وبالتالي هذا العقل لا ينتج أي جديد، كما أن هذا العقل يركن أو يستكين إلى امتلاكه لحقائق مطلقة طبعا مستمدة من شرعية النص الديني. وهكذا كما يرى الجابري سجن البيان العقل العربي في كهوف النص واللغة واللفظ، والتي يعني تحولت إلى سلطة عليا حتى على حساب المنطق مثلا والفهم والمعنى. ثانيا العقل العرفاني، ويقصد الجابري بالعقل العرفاني مجموع كل الأفكار الباطنية والتصوف والتصورات الهرمسية، وكذلك التنجيم والسحر والخيمياء القديمة وغيرها. هذه هي العلوم العرفانية، أو هذه هي العلوم التي شكلت هذا العقل العرفاني. هذه العلوم العرفانية والتي كما يصفها الجابري تقع ضمن دائرة اللامعقول، هي برأيه من أهم الأسباب التي منعت العقل العربي يعني من إنجاز مشروع نهضوي تقدمي. والعرفان برأي الجابري يعني هو دخيل على الحضارة العربية الإسلامية، ليس أصيل في داخل الثقافة الإسلامية، وإنما تسرب إليها من أماكن شتى خاصة من بلاد فارس، كمثل يعني دخول بعض المفاهيم والتصورات والأفكار التابعة للديانتين الزرادشتية والمنوية، كما أيضا يعني ساهم بتشكل هذا العقل العرفاني مجموعة من الأفكار التي تعود لمخلفات العصر الهيلينستي اليوناني
كمثل يعني الهرمسية والأفلاطونية المحدثة وغيرها. كما أسهم في تكون هذا العقل العرفاني يعني ظهور مجموعة من الفرق والشخصيات التي تنتمي إلى الجانب الباطني في الإسلام، كمثل الإسماعيلية الشيعية وكمثل جماعة إخوان الصفا وآخرين. كما يعطي الجابري دور كبير في تكون هذا العقل العرفاني لعدد من الفلاسفة وعلى رأسهم ابن سينا. والمشكلة في العرفان كما يوضح الجابري أنه يقوم على رؤية سحرية للعالم. لهذه الرؤية طبعا تفسيراتها الخاصة التي لا تعترف لا بمنطق ولا بعقل ولا بقوانين طبيعية. وحتى أن التصوف يعني برأي الجابري يقع ضمن هذا الإطار العرفاني، لأن التصوف يتجه إلى اعتبار المعرفة بالدرجة الأولى هي معرفة قلبية، معرفة إشراقية، يعني تتم عن طريق مثلا نوراني روحي صرف. هذا فضلا عن عما يمثله التصوف أيضا من زهد وانقطاع عن الدنيا وانقطاع عن التطور بالتالي، وهذا بالمجمل سيلغي العقل أو على الأقل سيضعه في مرتبة ثانية أو متأخرة. وبالتالي التصوف يهمش المعرفة الاستدلالية والمنطقية والعقلية. ولذلك أطلق الجابري على العقل العرفاني لقب العقل المستقيل. وبناء عليه هاجم الجابري يعني جملة من العلماء والفلاسفة والمتصوفة والذين برأيه رسخوا هذا العقل العرفاني ومفاهيمه داخل الثقافة الإسلامية، كمثل الفارابي والإمام الغزالي حتى والجنيد وابن عربي وإخوان الصفا وغيرهم. وكما ذكرت سابقا فأكثر ما ركز الجابري في نقده اللاذع على الشيخ الرئيس ابن سينا باعتباره المفسد الأكبر للعقل العربي، طبعا بحسب كلمات الجابري. فإذن وكخلاصة، فالعقل العرفاني برأي الجابري أدخل اللامعقول وأدخل التصورات الخرافية على الثقافة العربية الإسلامية، وبالتالي همش من جانب آخر العقل والمعرفة العقلية لصالح مثلا المعرفة القلبية أو الإشراقية أو الذوقية الصوفية، وأيضا همش العقل وأحكام العقل لصالح تصورات لا عقلانية دخيلة على فضاء الثقافة العربية الإسلامية. ثالثا العقل البرهاني، والذي يتحرك يعني ضمن إطار العلوم العقلية كمثل الفلسفة والمنطق والرياضيات والهندسة وغيرها. أما كيف نشأ هذا العقل البرهاني فبحسب الجابري وأمام كل ما تعرض له العقل العربي من إلغاء وتهميش على يد العرفان ومن إقصاء من قبل على يد البيان، كان لابد لهذا العقل العربي من أن يدافع عن نفسه وأن يحاول أن يؤكد ذاته. فكان أن ظهر هنا هذا العقل البرهاني بتأسيس بداية كما يقول الجابري من الدولة العباسية، طبعا خدمة لسياساتها في مواجهة الخصوم من شيعة وباطنية ومتصوفة إلى آخره. وهذا التأسيس تم طبعا من خلال إدخال الكتب اليونانية وتنشيط حركة الترجمة. لكن وعلى الرغم من أن بداية العقل البرهاني كما نرى بدأت في المشرق، إلا أن محمد عابد الجابري سيعيد الفضل في تطور هذا العقل البرهاني وفي ازدهار النظرة العقلية في داخل الثقافة الإسلامية، سيعيد هذا الفضل للأندلس والمغرب. فيقول أن الأمر بدأ مع ابن حزم بمنهجه الظاهري الذي رفض الباطن كما رفض القياس، وأراد ابن حزم تأسيس علم أصول الفقه على آليات المنطق اليوناني البرهاني، وبذلك شق يعني الطريق أمام العقلانية في المغرب الإسلامي. ومن ثم تبعه بعد ذلك ابن باجة وابن طفيل
ليتجلى الموقف العقلاني يعني بأبهى صورة له، طبعا مع القاضي أبو الوليد ابن رشد. ابن رشد الذي دافع عن العقل ورد له الاعتبار أمام العرفان أو أمام العرفانيين كابن سينا وحتى الإمام الغزالي الذي يجمع في شخصه كما يرى الجابري يعني البيان والعرفان معا. كما أن ابن رشد هو الذي بالنهاية يعني كما يقول الجابري هو الذي أخضع البيان للبرهان، بمعنى أخضع النقل للعقل، وهو الذي فصل ما بين الدين والفلسفة كحقيقتين منفصلتين وإن كانتا تؤديان إلى هدف واحد. وبذلك بالمجمل أسس ابن رشد كما يقول الجابري لعلمانية ثقافية، أسس ابن رشد لعلمانية عقلانية ثقافية. وطبعا يشير الجابري أيضا في هذا السياق للدور الذي أداه ابن خلدون بتأسيسه مثلا لعلوم برهانية مثل علم الاجتماع، طبعا ليصل الجابري في النهاية للفصل بين ما أسماه عقل عربي مشرقي عرفاني خرافي غيبي وبين عقل عربي مغاربي عقلاني نقدي. طبعا لينتصر الجابري للعقل المغربي الذي مثل كما يعتقد حالة التوهج العقلاني داخل فضاء الثقافة الإسلامية بشكل أدى إلى تطور العقل والعلوم. طيب، وعلى الرغم من هذه القفزة إلى الأمام وهذا الإنجاز، إلا أن الأمر كما يقول الجابري لم يؤدي يعني إلى خلق ثقافة علمية عربية، وذلك نتيجة لخلو البنية العقلية العربية من المفاهيم العلمية ومن أساليب البحث العلمي، طبعا بسبب دوران هذا العقل في دائرة مقفلة، وبالتالي بقي هذا العقل البرهاني يعني يعمل في حدوده النظرية فقط. طبعا ينتهي الجابري لاعتبار أن العقل البرهاني دفع يعني ثمن ذلك الصراع الذي كان قائما ومحتدما في داخل الثقافة العربية ما بين إطارين معرفيين، هما الإطار البياني النصي والإطار العرفاني اللامعقول. هذا الصراع الذي كما يرى الجابري كان على خلفيات إيديولوجية ومذهبية وسياسية، لكن أدت في النهاية إلى محاصرة العقل البرهاني من قبل الطرفين قبل أن يتم القضاء عليه، سواء على يد الغزالي أو آخرين، ولصالح مآرب عقائدية وسياسية من مثل يعني نصرة السلطة، نصرة النظام البياني، نصرة العقل الديني إرضاء للعامة مثلا ولرجال الدين وللفقهاء. فكان أن اجتمع الجميع في مواجهة هذا العقل البرهاني وبالتالي تم القضاء عليه. طيب، أخيرا وبالعودة إلى سؤال النهضة، لماذا تأخرنا وتقدم؟ فالإجابة على ضوء ما تقدم ومن وحي مشروع الجابري تكمن في تراجع وانحصار العقل البرهاني لصالح العقلين البياني والعرفاني، وبالتالي تمخض عن هذا التراجع وعن هذا الانحصار تعميم للرؤيتين المتحجرة التي يمثلها العقل البياني وللا عقلانية التي يمثلها العقل العرفاني. وطبعا هذا التعميم حدث داخل الفضاء الثقافي والمعرفي والإيديولوجي، وهذا ما جعل العقل العربي أسير للتصورات الغيبية وأسير للنصوص الثابتة والتي دائما ما يعمل على إعادة إنتاجها باستمرار. وبرأي محمد عابد الجابري أن أي مشروع نهضوي عربي عليه أن ينطلق من إعادة تبني العقل البرهاني المغاربي، وذلك طبعا بالعودة إلى نقطة أو إلى نقطة تأسيسية مركزية تتمثل في إعادة إحياء مشروع ابن رشد العقلاني النقدي. لكن إعادة إحياء مشروع ابن رشد تستلزم من جهة دفن العقل العرفاني، ومن جهة أخرى إعادة إخضاع
بيان بمعنى النص، لسلطة البرهان بمعنى لسلطة العقل. طيب ختاما، فهذا كان عرض يعني سريع على شكل فكرة عامة ومبسطة جدا، وبالطبع لن توفي لا الجابري ولا مشروع الجابري يعني كامل الحق، لأننا يعني واقعا سواء اتفقنا أم اختلفنا مع أفكار محمد عابد الجابري، ففي الواقع مشروع الجابري لنقل حرك المياه العربية الفكرية الراكدة ومنذ زمن طويل، وبالتالي كتب من وحي مشروع الجابري يعني سواء تأييدا أو نقضا فعلا مئات الكتب ومئات المقالات، ووضعت عشرات الدراسات يعني في تأييد أو نقد هذا المشروع. وفي هذا طبعا مؤشر على مدى التأثير الذي مارسه مشروع الجابري على مجمل الفضاء الثقافي العربي. طيب، لنا وقفات أخرى مع الجابري لطرح يعني أمور أخرى، وأنا أشكركم.